من غزة تنضم إلينا مراسلتنا منى عوكل. منى، ماذا في تفاصيل ما جرى من استهداف عبر طائرات مسيرة تابعة لقوات الاحتلال؟ نعم، تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. عمليا اليوم أيضا هو يوم آخر حمل ذات الأخبار، وهي استهداف عدد من المراصد التابعة للفصائل الفلسطينية على مختلف أو في مختلف المناطق، في مناطق شرقي قطاع غزة، تحديد في رفح جنوب قطاع غزة كان هناك استهداف لمرصد، ومرصد آخر في منطقة الزيتون شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى شمال قطاع غزة أيضا مرصد ثالث. هذه هي المراصد الثلاثة تم استهدافها من قبل طائرات الاستطلاع، وهي كانت خالية بطبيعة الحال نتيجة يعني إعلان الفصائل الفلسطينية حالة التأهب وضرورة إخلاء المراصد على طول السياج الفاصل ما بين قطاع غزة و يعني الأراضي المحتلة. عمليا هذا الاستهداف كان يحمل رسالة، هي رسالة متكررة خلال الأيام الأخيرة، وهي ضرورة أن تسيطر الفصائل الفلسطينية تحديدا حركة حماس على الأمن في منطقة الحدود ما بين قطاع غزة وبين أو المنطقة الحدودية ما بين قطاع غزة وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أنه يعني ما زالت الفعاليات التي يقوم بها فلسطينيون مستمرة لعدد من الأيام. يقوم عدد من الشبان المحتجين بالذهاب إلى المنطقة الحدودية وإلقاء الحجارة تجاه السياج الفاصل، حاولت أيضا لقص السياج أو يعني القيام بأفعال مشابهة. عمليا جنود الاحتلال الإسرائيليين على طول الحدود في حالة تأهب، وهناك كما يعني أشرتم وأؤكد بأنه وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن 3 إصابات بالرصاص الحي، بالإضافة إلى عشرات الإصابات بحالة الاختناق نتيجة إلقاء قنابل الغاز وقنابل المسيلة للدموع في تلك المنطقة في محاولة لتفريق المتظاهرين. عمليا حتى اللحظة يعني المشهد متكرر بشكل شبه يومي، لكن حدة القلق ترتفع، حيث أنه طائرات الاستطلاع تسيطر على مساحات واسعة من سماء قطاع غزة، ما يجري على الأرض، والرسائل الإسرائيلية للفصائل الفلسطينية أيضا تزداد لهجتها شدة يوما بعد يوم، حيث تطالب بضرورة السيطرة على تلك المناطق ومنع المتظاهرين من الوصول إليها. عملية حتى لكن منى، ما السياق الذي تجري موجة التصعيد الجارية فيه، سواء كانت عبر طائرات الاستطلاع التي تسير فوق سماء القطاع أو عبر الطائرات المسيرة التي تقصف بعض المواقع؟ هل هناك نذر لموجة تصعيد جديدة ربما تكون أوسع من ذلك؟ هل المقصود رسالة ربما توجه إلى بعض الفصائل خشية استهداف مناطق غلاف غزة أم ماذا؟ نعم، هي يعني أشبه برسائل، وكما يقال يعني بنج موضعي، هي رسائل يعني محدودة النطاق لمحاولة السيطرة على ما يجري في الحدود، لكن لما يبدو بأنه لا إسرائيل تقلق أن يكون هناك موجة تصعيد، ولا حتى الفصائل الفلسطينية تنوي يكون هناك فعليا موجة تصعيد. هذه الحالة الاحتجاجية نتيجة قضايا تتعلق بالحصار كما أشرتم، تتعلق أيضا بما يحدث مع الأسرى الفلسطينيين من الصعيد في ربما الانتهاكات تمارس ضدهم، بالإضافة إلى في الضفة الغربية. إذن هي رسائل عادة ما يؤكد عليها الفصائل الفلسطينية. الآن هذه الاحتجاجات تأتي بشكل يومي كما أشرت، لا يمكن أن تكون بداية، أو من الصعب أن تكون بداية لموجة تصعيد جديدة إلا إذا حدث تطور غير متوقع. يعني استهدف الجيش الإسرائيلي عدد من مجموعات من الأشخاص، أن يكون هناك حالات استشهاد مثلا، أو يعني أكبر من جد استهداف هذه. عمليا المراصد التي تتحدث عنها وتم استهدافها بشكل يومي هي مراصد متواضعة جدا تابعة للفصائل الفلسطينية، وهي الهدف منها حتى أنها يعني هي مراكن لمراقبة الحدود، يعني لا ترقى لأن تكون مراصد لمثلا متابعة تحرك الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة أو ما إلى ذلك. هي مراصد متواضعة فقط للسير على الحدود، لأنه
يعني ما نعلم بانه حركه حماس تسيطر على طول الحدود من شمال قطاع غزه وحتى جنوبه، هناك منطقه السياج الحدود بهذه المنطقه التي يعني تقوي 3 متر ابتداء من السياج الفاصل وحتى داخل الاراضي في غزه، يسمح اطلاقا باي حركه فيها من قبل اي مواطن غزي. اذا هذه المناصب يتواجد بها رجال الامن الفلسطينيون لمنع اي تحركات داخل هذه المنطقه حفاظا على حياه وارواح اهالي قطاع غزه طبعا من اي شيء، لانه نعلم ان الجيش الاسرائيلي يعني مجرد ان يرصد اي حركه في تلك المناطق يقوم باطلاق النار الحي بشكل مباشر تماما. اذا هذه الاستهدافات هي استهدافات تاتي في سياق محاوله ربما ايصال رساله من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي الى الفصائل الفلسطينيه بضروره هذه الالات يعني ومنع تجاوز المتظاهرين لتلك المنطقه التي عمليا خلال ايام الماضيه كان هناك تجاوز من قبل المتظاهرين. نعلم بانه يعني الحماس ربما وحب الوطن وحمل القضيه ليس امر سهل، وبالتالي المواطنون احيانا يفدون الوطن، وبالتالي من الممكن ان تحدث انتهاكات او حتى تجاوزات كهذه. هذه رساله من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي للفصائل الفلسطينيه بضروره ضبط هذه المنطقه وايقاف التي يعني يسميها الاحتلال الإسرائيلي بحالات الشغب. شكرا جزيلا لك من غزة منى عوكل مراسلتنا، كنت معنا على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لك.